السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف اليوم على أسهل وأسرع طريقة لأرشفة مواضيعنا سواء في البلوجر أو أي موقع على الإنترنت، وذلك بطريقة سهلة جدا. فمثلا لدينا هنا يعني تدوينة جديدة، ما زال موقع جوجل لم يقم بأرشفتها، وللتأكد من ذلك نقوم بنسخ رابط هذه التدوينة، ثم ندخل إلى موقع البحث جوجل وننسخه، ثم نضغط على البحث. ننتظر قليلا، سنجد أن جوجل لم ينجح في الوصول إلى هذه النتيجة، مما يدل على أنه ما زال لم يقم بأرشفة هذه التدوينة. سأعلمكم اليوم إن شاء الله طريقة سهلة جدا من أجل الأرشفة السريعة. يعني ندخل إلى موقع ويب ماسترز الخاص بجوجل، يعني من العنوان التالي طبعا الحال، ثم نضغط على زر البدء كي ندخل إلى موقع الويب ماسترز. ننتظر قليلا، سيعطينا رابط مدونتنا، سندخل عليه. بعدها سنضغط على الزحف ثم جلب مثل جوجل. ومن أجل جلب روبوتات جوجل كي تقوم بأرشفة موضوعنا بسرعة، نقوم هنا بكتابة رابط الموضوع المراد أرشفته، والذي سبق أن قمت بنسخه. يعني نقوم بإزالة هذا الجزء، يعني نقوم بإزالة الجزء الذي فيه اسم المدونة، لأنه كما نلاحظ يعني قام موقع جوجل ويب ماسترز بكتابته هنا. ثم نضغط على جلب، ننتظر قليلا، سنجد أن رابط الموقع انتقل هنا، يعني وهناك رسالة فيها تم الإجراء بنجاح. لم يتبقى أمامنا الآن إلا أن نأمر يعني هذا الموقع بأرشفة موضوعنا، وذلك عن طريق الضغط على إرسال إلى الفارس. موافق، ثم ننتظر قليلا. يعني تم تلقي طلبك واستلم معالجته بعد قليل، وكما نلاحظ هنا أنه تم إرسال عنوان الإيرال إلى الفحص. الآن سنعيد التجربة ونرى هل فعلا قام جوجل بفهرسة موقعنا أم لا. يكفي أن نضغط على زر البحث، نعاود الدخول إلى موقع جوجل، يعني وننتظر 3 إلى 4 ثواني، ثم نقوم بنسخ الرابط السابق ونضغط على زر البحث. سنجد الآن جوجل أعطانا النتيجة، نتيجة من مدونتي الطريقة الأسهل، مما يدل على أن جوجل قد قام بأرشفة هذا الموضوع كما قلت سابقا في أقل من 30 ثانية. ستجدون إن شاء الله أسفل هذا الفيديو رابطا لموقع أدوات مشرفي المواقع جوجل، ورابط آخر لمدونتي الطريقة الأسهل من أجل زيارتها والاستفادة أكثر منها. وبالختام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح البسيط، ولا تنسوا دعمنا عن طريق الضغط على سبسكرايب للقناة ولايك لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.